مساء الخير والسعادة على كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي من كل مكان. برحب بيكم في حلقة جديدة ومواضيع مختلفة من الحريفة. خلونا الأول أرحب بيه زميلتي العزيزة أستاذة أميرة بألوانها النهاردة. خير إن شاء الله. يعني بنحاول نحلي المود كده. لا تحفة برافو. أنت بتعملي ده القمر والله. كنزي برضه كنزي الستايلست يعني بقول لها شكرا على ذوقها في اللبس. حقيقة فعلا. مساء الفل عليكم واهلا بيكم بكل جمهور النادي الاهلي من كل مكان. حلقتنا النهارده ضرب نار، هنتكلم ونناقش مواضيع مهمه جدا، فخلونا على طول نروح نشوف معانا ايه اخبار النهارده في السريع ونخش في الجد. اول خبر معانا النهارده هيكون عن مواجهه النادي الاهلي لفريق البنك الاهلي النهارده الساعه 7 بالليل، وده ضمن منافسات الجوله ال15 من الدوري الممتاز. والحقيقه كان الفريق اختتم امبارح استعداداته للمباراه، واجتمع السويسري مارسيل كولر المدير الفني باللاعبين وعمل لهم محاضره لمناقشه بعض الجوانب الفنيه والخططيه اللي هينفذوها ان شاء الله في الماتش قبل ما يكملوا باقي التدريبات. وطبعا الاهلي دلوقتي متصدر البطوله برصيد 34 نقطه بعد ما فاز على الزمالك في مباراه القمه بنتيجه 3 أهداف دون رد. يعني ان شاء الله كده ان شاء الله خير، بنتمنى التوفيق ان شاء الله للاهلي طبعا في المباراه عشان نفضل محتفظين بصداره الدوري بفارق كبير جدا عن المنافسين ان شاء الله. نروح بقى لتاني خبر معانا عن رجال السله بالنادي الاهلي اللي حققوا امبارح فوز مهم جدا على حساب فريق طلائع الجيش في المباراه اللي اتلعبت بين الفريقين ضمن منافسات بطوله الدوري على صاله طلائع الجيش، وانتهت بفوز المارد الاحمر بنتيجه 183 علشان يواصل عروضه القويه في البطوله. من النادي الأهلي لمنتخب مصر في كرة اليد، وللأسف الشديد انتهت مباراته امبارح مع المنتخب الدنماركي القوي بهزيمة بنتيجة 30-25، وده في ختام مباريات المنتخبين بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لبطولة العالم. علشان يقع أبناء النيل في ربع النهائي مع المنتخب السويدي صاحب الأرض في مباراة مصيرية، يعني نكسب ونصعد ونلعب في المربع الذهبي، ينخسر ونلعب في المراكز الترتيبية من الخامس للثامن. فربنا إن شاء الله يستر، مباراة صعبة جدا بس إن شاء الله نكسب ونعديها. وخلينا نقول إنه الدنمارك والسويد بيلعبوا بنفس طريقة اللعب، فإن شاء الله يمكن الأخطاء اللي كانت في مباراة لا بإذن الله بإذن الله لاعبتنا أكيد هيعملوا اللي عليهم ونقدر نعمل مفاجأة ونكسب نكسب الماتش ان شاء الله. اخر خبر معانا عن اللاعب الفرنسي الخارق كيليان مبابي واللي قاد فريقه امبارح باريس سان جيرمان باكتساح مضيفه بايز دي كاسل 0 بنتيجه 7-0، سجل منهم لوحده 5 أهداف في دور ال 32 من كاس فرنسا علشان يكون اول لاعب في تاريخ فريقه يحرز 5 أهداف في مباراه واحده. فلعيب عنده 24 سنة ويقدر يحقق كل الأرقام والنجاحات دي، حاجة خارقة وعظيمة جدا بجد. الحقيقة أن في إجماع على أن مبابي هيكون خليفة كريستيانو رونالدو، وأرقامه وإحصائياته بتقول أنه اللاعب الوحيد اللي هيقدر يكسر أرقام رونالدو في اللعبة. فإحنا قدام أسطورة كروية جديدة بتتبني كل يوم بتتطور، وفي منافسة كبيرة بينه وبين إيرلينج هالاند اللي عمل برضو أرقام كبيرة جدا وعمال يكسر في أرقام كبيرة جدا في الدوري الإنجليزي. آخر حاجة هالاند عملها أنه هو جاب هاتريك قدام ويلفر هامبتون وتفوق على كريستيانو محمد صلاح في الدوري الإنجليزي. يعني هند اعتقد ان احنا متوقعين اننا نشوف منافسه قويه بين الاثنين في الفتره اللي جايه من حيث عدد الاهداف والتالق، بس ان شاء الله يعني كل الحاجات دي بتفرحنا وبنوصل كده لنتائج حلوه ونبقى مبسوطين بكل الانجازات اللي بتحصل. دلوقتي خلصت اخبارنا، تعالوا نروح للجزء الثاني في فقرتنا وهي تعليق في صوره. الصورة اللي معانا النهاردة صورة الأفضل في العالم كريم بنزيما، والحقق رقم قياسي جديد ورفع عدد أهدافه ل 228 هدف بقميص ريال مدريد في الدوري الأسباني علشان يتقدم للمركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الملكي ويتساوى مع الأسباني راؤول، وبيجوا الاثنين ورا بعض والاثنين بيجوا بيسبقهم طبعا الدون كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد برصيد 450 هدف، رقم كبير جدا صعب حد يقدر يحققه الصراحة دلوقتي أو بعدين. يعني انتوا لو بصينا كده ولو انتوا متخيلين ان التاني اللي وراه على طول مسجل 228 هدف، يعني نص أهدافه بالظبط. رونالدو يا جماعة أسطورة لن تتكرر.
صح مظبوط. كريم بنزيما كمان الحقيقه بيقدم اداء استثنائي مع ريال مدريد طوال الفتره اللي فاتت، خصوصا في موسم 2021 و2022، سواء على المستوى المحلي او على المستوى الاوروبي. وطبعا توج بجائزه الكره الذهبيه لافضل لاعب، وهو اشتغل على نفسه كتير جدا علشان يقدر ان هو يحقق ويوصل اللي وصله طول الفتره اللي فاتت، خصوصا وان في الفتره اللي فاتت كريستيانو كانت الاضواء طبعا كلها متسلطه عليه. علشان كده لما مشي كريستيانو من ريال مدريد بنزيما حس ان دي فرصته الوحيده علشان يقدر ان هو يثبت نفسه ويقدر يحقق انجاز. هو تعب واستنى، والحقيقة ربنا كافئه في النهاية مكافأة يعني هايلة إن شاء الله. بنتمنى له كل التوفيق في اللي جاي. خلصت فقرتنا الأولى، تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف منورتنا النهاردة بتقول إيه. استنوا ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ووصلنا دلوقتي معاكم لفقرة المناورة. منورتنا النهاردة هنتكلم فيها عن موضوع مهم جداً وقضية مهمة جدا بتهم كل الشباب وخصوصا البنات، مع اننا وصلنا النهاردة لسنة 2023 والعالم كله بقى منفتح على بعضه بثقافات كتير مختلفة، سواء من خلال السوشيال ميديا او المسلسلات او الافلام، الا ان لحد النهاردة مش عارفين هل الاهالي يقدروا يخلوا بناتهم يسافروا لوحدهم ولا لا. هل البنات من حقهم فعلا يكتشفوا الحياة والعالم ويسافروا سواء شغل او فسحة ولا لا؟ ما ينفعش. يعني لو بصينا هنلاقي البنات دلوقتي بقوا أكتر نضج ووعي، سواء في الدراسة أو الشغل أو حتى الحياة الاجتماعية، بقى عندهم هدف كبير قوي في الاستقلالية والاعتماد على نفسهم، وده خلاهم أكتر جرأة في أفكارهم ورغبتهم خصوصا في موضوع السفر. عشان كده النهاردة هنطرح سؤال حلقتنا وهنفتحه للنقاش مع بعض، هل الأهالي يقدروا يسمحوا لبناتهم أنهم يسافروا لوحدهم ولا لأ؟ هيفضلوا متمسكين بالعادات والتقاليد وهيمنعوهم من السفر؟ ده موضوعنا النهارده وربنا يستر. دي خناقتي في اول وانا في الجامعه في البيت مع الاهل كلهم ان انا اسافر لوحدي. بصي خلينا نقول انه فكره منع سفر البنات لوحدهم دي فكره نقدر نقول ان معظمنا كبنات اتولدنا عليها، خصوصا كمان ان احنا مجتمع شرقي متمسك بعاداته وتقاليده، ومهما كان الراجل شايف ولف وراح وجه هتفضل كل افكاره بترجعه لاصله والطريقه اللي اتربى عليها. كمان في اهالي بتطبق فكره الضرورات تبيح المحظورات، يعني بيسمحوا لبناتهم ان هم يخرجوا وينزلوا ويشتغلوا ويعتمدوا على نفسهم بفكره انه البنت تعتمد على نفسها، تشيل المسؤوليه في البيت معانا، تصرف على نفسها، لكن بمجرد ما البنت تعرض فكره انها تسافر لوحدها او مع صحابها هنا بقى تلاقي اعتراض وهجوم عليها، سواء من اخوها، ابوها، امها، او حتى كمان جوزها اللي بيكون اصلا حجتهم في البيت. يعني ما يقولوا لك ايه ما هيسافر مش عارفه ايه، لما تتجوزي ان شاء الله اعملي اللي انت عايزاه، وبعدين بنكتشف في الاخر ان ده ما بيحصلش، وده بقى بيعمل بالحقيقه حاجز كبير جدا بين البنت وبين اهلها، خصوصا مع تطور الحياه وفهمنا ليها اكتر وانفتاحنا. البنات ما بقتش تسكت وما بقتش تقول حاضر وما بقتش تقول نعم زي الاول، ما بقتش مكسوره الجناح زي زمان. بنات كتير بتتمرد على رفض اهلها وبتحاول تقنعهم بكل الطرق علشان تحقق هدفها، وبندخل في دايره من الخلافات والصدمات الحقيقه اللي ملهاش نهايه وملهاش لازمه. انا بشوف يعني بالظبط. بصي يعني هو الموضوع ده مش هيخلص، بس انا عايزه اسالك الاول كده، انت عملتي ايه عشان تحلي المشكله دي؟ يا دي قصص. لا الاول كنت بكذب بصراحه، انا اسفه لاهلي، اسفه شديد يعني اسف شديد. كنت بكذب وبقول ان السفريه سفريه شغل، اوكي، لحد ما اسافر وارجع امنه. دي النقطة. بصي احنا فعلا هنتكلم في كل حاجة، يعني أنا شايفة إن النقاش بيحل أي مشاكل، لو فهمنا بعض وسمعنا بعض الرأي والرأي الآخر ممكن نتجنب إن كل المشاكل دي تحصل. عشان كده احنا قررنا النهاردة يكون معانا وجهتين نظر، مش وجهة نظر واحدة، واحدة مع واحدة ضد، هنسمع بعض ونناقش، ممكن نتفق وممكن نختلف عادي، احنا مش جايين أكيد نفرض حاجة على حد، لكن في النهاية لازم نوصل لحل بطريقة إيجابية في النقاش. فاستنونا في نقاش جدلي جدا بعد الفاصل في فقرة درب حر. رجعنا لكم مره تانية، واتمنى الحقيقه ان الفقره دي تخلص على خير من غير خناق. فيلا بينا نبدا فقرتنا ضرب حر. طبعا انتوا عارفين ان الفقره دي تحديدا بتكون مساحه لينا نعبر فيها عن مشاكلنا، ومساحه للفضفضه ونطرح فيها مشاكلنا بكل صراحه. وموضوع ضربتنا الحر النهارده هيكون عن سؤالنا، مع ولا ضد سفر البنت بدون أهلها؟
سواء كانت سفرية شغل أو سفر للترفيه عموما، وهل فكرة سفر البنت بدون رقيب طول الوقت هيساعد في تكوين شخصيتها ولا هيعرضها للخطر أكتر؟ فخلونا نرحب بضيوفنا مي مصلحي، رحالة وبلوجر سفر، وهي طبعا بطبيعة شغلها بتؤيد فكرة سفر البنات، وكمان معانا الأستاذة مي الحسيني خبيرة التجميل ومعارضة للفكرة. أهلا بيكم، منورين. عاملة إيه الأخبار؟ كله كويس؟ كله حلو. نبتدي بإيه؟ نبتدي مبدئياً عايزين نحط قواعد لهذا النقاش. لازم يبقى في قواعد، مش هنقطع على بعض، مش هنتخانق، عايزين نوصل صوتنا. طبعاً أنا هادية أهو. في هيبقى أنا حاسة إن لا، بهدوء في الأول. كل واحدة تقول رأيها. ابتدي مي، رأيك في سفر البنت الواحدة؟ اوكي، انا مع جدا، لان انا ابتديت الموضوع ده من زمان قوي، يمكن من وانا عندي 18 او 19 سنه. شايفه ان هي حاجه اساسيه لاي بنت، ان هي ده بيساعد في كل ما كان بدري كل ما كان احسن. ده بيساعد في تكوين الشخصيه، الطريقه اللي هي بتتصرف بيها، نظره المجتمع ليها كالست او المراه عموما ككائن دايما محتاج حد يعتمد عليه. لا، شايفه السفر هي اول حاجه بالذات لوحدها يخليها كائن مستقل بتعتمد على نفسها، مش دايما محتاجه حد تتسند عليه، مش دايما في حد كده يعني يكون هي كائن مستقل لوحده. فالسفر من اول حاجه بيعلمها هي موضوع الاعتماد على النفس، الثقه في النفس، بيغير الشخصيه كلها. طيب استاذه مي. لا، هو انا ضد، بس اللي عندي كذا سبب. هو انا مع مي في جزء من اللي هي قالته، ان البنت محتاجه ان هي تعتمد على نفسها. بس ممكن كل دوت يحصل وانا استيل معايا حد ان انا اثق فيه، ان في حد في ظهري لو في حاجه اعرف الجا له، حتى لو هو مش ملازمني طول الوقت. انما فكره ان انا ابعت بنتي في بلد تانية او محافظه تانية او بره مصر اصلا لوحدها، وخصوصا لو سنها صغير، لا طبعا ده مش صح. سنها صغير اللي هو ايه؟ يعني احنا بنتكلم برضو على بدايه السفر، دي ما بيبقى ليها سن اكيد مناسب. يعني ايه السن الصغير؟ بصي، يعني مثلا انا عندي بنتين، والكبيره فيهم داخله في 11 سنه. بيجي لي وقت اللي هو رحلات السكول والكلام ده، لا انا مش معاها. مع المدرسه ما بتجيش؟ لا ما برضوش. أوكي. ما برضوش خالص. يعني انت مثلا شايفه ايه اللي هيحصل؟ هو ممكن يكون خوف زياده، بس هو مش خوف زياده، ده بحكم ان في حاجات تانية كتير جدا هم كأطفال مش شايفينها مش عارفينها. في خوف من المجتمع، في خوف من الناس، في خوف من الجريمة، في خوف من العدد بتاع المسؤول بيكون كتير. بس انت متخيلة مخاطر الخوف اللي انت حطاه عليها وفي دماغها وهتكبريها بهذا الخوف؟ يعني انسب سن. لا انا بعود ده في حته ثانيه. لا، ما انت عشان تديها الامان برضو محتاجه تشيلي منها كل الخوف ده. انت مخوفاها من حاجات كتير قوي، ده انسب فرصه ان انت تحاولي تكسري الخوف ده، انها طالعه مع مدرسه. ده كام هي دي بدايه اصلا. ما انا هقول لك على حاجه، ما هو سلبيه الموضوع اكبر من ايجابيته. يعني لو لا قدر الله حصل حاجه، وافتراض ان هو حصل حاجه، هتبقى هي دي المشكله الحقيقيه. انما الحاجات التانية اللي بنتكلم فيها دي احنا نقدر نعوضها. يعني انا لما بمنع رحله من المدرسه بروح انا تاني يوم اوديها نفس يعني المكان. يعني خلينا نقول يا مي انه انت ضد سفر البنات لوحدها، خوفا عليهم من اللي ممكن طبعًا يحصل في طبعًا السفر طبعًا. الا وهو اللي هو كل حاجه النهارده، كل حاجه يعني بنسمعها، كل حاجه بنقراها. السفر مش بيحصل مثلا لو هي رايحه مول في التجمع، ان هي لوحدها في بلد لوحدها، لو لا قدر الله تعبت، لو حصل حاجه، لو حصلها حاجه هي مع الناس اللي مسافره معاها مشكله، هيبقى في مين كبير؟ هيبقى في مين يرجعوا له؟ مين يقف جنبهم؟ لا طبعا كل ده لازم يتحط في الحسبان. ده سايبين لك الرابع. يعني هو بصوا يا جماعه، انا معاكي جدا، هو نقاش بينكوا يعني، عشان انا مش عايزه اتناقش ولا نقول اميره خالص. بلاش احنا خالص، اتفضلي قولي حاجه هنا. لا بصي، انا معاكي طبعا في الموضوع، كل حاجه انت بتقولي عليها، بس هي الفكره الموضوع بيبقى ليه ابعاد ثانيه. اوكي، انا النهارده هبعت بنتي رحله في المدرسه، انا مش هبعتها موزمبيق، مش هبعتها زامبيا مثلا، انا هختار كويس قوي البلد اللي انا ببعت بنتي اول مره فيها. بلد تكون امان، بلد تكون قريبه مني، ساعه طيران او ساعتين طيران اقدر اوصل لها. احنا سنه 2023، فكل وسائل انت لو عايز تعرفي بنتك فين على التراك، انت ممكن تبقي مراقباها 24 ساعه. يعني مش هقول لك بقى زمان كنت كل يوم ادخل ابعت لمامتي ايميل وادور على سنترال اكلمها انا واخواتي. طبعا كنت بسافر لوحدي، كان معايا اخواتي الاول. مع تطور وسائل التكنولوجيا والواتساب وكده، ابتديت اخد خطوه ان انا اسافر لوحدي. فانت تقدري تراقبك بنتك 24 ساعه مع المدرسه. كنت لسه هقول لك ان هي تبتدي اصلا مع المدرسه ومع الجامعه وبعدين تكمل، لان انت في اكتر من حد تقدري تتواصلي معايا، تقدري هي توتالي مش لوحدها، واحده بواحده تتعودي انها تسافر لوحدها. طيب موضوع ان انت مش واقفه انها تسافر مع مدرسه، مع وجود ناس مامنه على حياتها، طب ما هي كده هتكبر عندها حته هي خايفه من اللي حواليها. اكوردنجلي لما انت تاخديها
معلش ده اسفه، لو هي في المدرسه مثلا كل ستيب انت بتعمليها معاها، في الجامعه نفس الموضوع لما تكبر، طب بعد كده انت متخيله ازاي ان هي تبقى فرد في المجتمع، مسؤوله عن بيت، هتتجوز، هيبقى عندها اولاد، وهي اعتمدت عليك في كل حاجه. فده هيرجع لاهم حاجه السفر بيعلمها اللي انا اتكلمت عليها في الاول، هي الاعتماديه على النفس. هي طلعت دلوقتي مرتبطه بيكي في كل حاجه، لا مش هسافر مع المدرسه بس هسافر مع مامتي، طب هتفضل مع مامتي لحد امتى؟ فدي حته الاعتماديه اللي انا اتكلمت فيها. فاحنا بقى بنضحك على الموضوع ده بحاجات ثانيه، ان انا اسافر بلد، في بلاد زي مثلا زي دبي، دبي في كل حته من اول ما تنزلي المطار لحد ما ترجعي كاميرا في كل مكان، فده معدل الامان. الناس هناك لو روحتي هتلاقيهم بيسيبوا العربيه مفتوحه، ممكن واحد ينزل يصلي الجمعه يسيب العربيه مفتوحه، راكن جنب البيت او داخل مول سايب العربيه مفتوحه. متخيله نسبه الامان واصله قد ايه في البلد دي؟ وساعتين طيران بتبقي هناك. فهي بتبتدي كده واحده بواحده لحد ما انت تطمني وتقدري تسافري مع بنتك لوحدك او تسيبيها تسافر لوحدها او براحتك، الموضوع براحتك. ما هي ابتدت تقتنع ولا ابتدت تقتنع؟ مثلا مش هقتنع، مش هسيبك، مش هسيبك. لا هو كلام ما هي بجانب كبير جدا، يمكن علشان هي لما ابتدت تعمل كده زي ما هي قالت الاول كان في اخوات وفي ناس بتسافر معاها، ما كانتش لوحدها خالص. بس انا حابه اقول حاجه مهمه جدا، اختلاف الوقت والزمن عليه عامل كبير جدا. النهارده مش زي زمان، النهارده يعني احنا صغيرين في المدرسه ورحلات المدرسه، وانا كنت من الناس اللي بروح رحلات المدرسه، بس النهارده مش زي زمان. لازم برضه نحط ان الدنيا اتغيرت والمجتمع اتغير، معدل الجريمه نفسه اتغير، كل حاجه بنقراها على الفيسبوك والسوشيال ميديا، كل ده انا بحط في الاعتبار. طب انا هسالك حاجه معي، انت مامتك او باباكي كانوا بيمنعوكي ان انت تسافري في سن معين، او ما كانوش بيرضوا ان انت تبقي لوحدك او كده؟ يعني الاحساس ده مثلا عندك من زمان ده كان بيتطبق فعلا؟ لا انا كنت بروح رحلات المدرسه كلها. طب اتفضلي. اه ماما وبابا ما كانش عندهم مشكله في ده، انما ما فكره ان انا اسافر لما اكبر لوحدي في محافظه تانية او في بلد تانية عموما بره مصر كمان، لا دي كانت اصلا مش مطروحه. يمكن يعني عشان كده برضو هي عادات وتقاليد، هي طبعا عادات وتقاليد متوارثه اكيد. طيب عادات وتقاليد. خلينا نروح لجزء تاني خلاص. مي انت مش موافقه ان بنتك تسافر لوحدها تحت اي ظرف؟ تمام. حتى طبعًا. لما تكبر شويه، حتى لما تكبر شويه لا، سن المراهقه ده اخطر بكتير حلوة. من ان هي تسافر كمان وهي طفله. اكيد انت طبعا كأم قريتي في التربيه وعندك معلومات كافيه في التربيه انك تبقي عارفه ان سن المراهقه الحاجه اللي بيتقال عليها لا بتتعمل، لو حطاها ومكلبشه ايديها هتعملها. أكيد. اكيد هتعملي ايه في سن صعب زي ده، في تمرد المراهقه، لما بنتك كل صحابها يبقوا يسافروا لوحدهم وكذا وانت بتخليها ما تسافرش، هتحميها بقى ازاي من ان هي تعمل حاجه من وراكي؟ بصي هند، وانا مبدئيا بتكلم في كل حاجه معاها من وهي صغيره، حتى كانوا زمان يقعدوا يقولوا لي ليه كل الاسئله بتقولي طب ما تشخطي وخلاص والكلام هيتنفذ، لا انا بحب اتكلم واقنعها عشان هي تبقى بتعمل ده وهي فاهمه هي بتعمله ليه. فانا مش همنع السفر وهحبسها في البيت، انا همنع السفر وهسفرها نفس المكان ونفس كل حاجه، هي مش هيبقى عندها عائق ان انا اللي معاها او اصحابها اللي معاها. لان لا يا مي، هي أنا هي عايزه تسافر وتتفسح ولا هي عايزه تسافر مع اصحابها؟ بصي هقول لك على حاجه، انا كنت مراهقه وكنت قاعده بره مصر، وكنت بسافر مع اهلي كذا بلد تانية، وكنت بسافر مع اهلي هنا في مصر، بس انا كنت عايزه احس بنفسي، كنت عايزه احس بمساحتي الشخصيه، ان انا قاعده مع صحابي وكبيره وبصرف انا في السفريه معايا بادجت معينه. في سن مراهقه كل واحد عايز يحس بنفسه. اكيد طبعا. طب انا عايز اسال مي سؤال. هي مش فسحه. هي مش فسحه. انا عايز اسالك سؤال، لو انت عندك ولد هترفضي ان هو يسافر سفريه لوحده؟ هرفض برضه. هو المبدا مش علشان ولد ولا بنت، وزي ما انا قلت لك في الاول هو خوف من المجتمع ومن الناس، مش بس المجتمع المصري، خوف في العموم. البنات مش يعني البنات او الولاد عموما، الشباب وسن المراهقه اللي هند اتكلمت عليه ده مش افضل وقت ان انت تسيبي السن ده لوحده بدون مراقب، حتى لو مش هتسيطري عليه. وبعدين انا فكره الحرمان لا، دي مش مطروحه، انما بسافر يعني عايزه تسافر هنسافر، عايز تتفسح هنفسح، هنعمل اللي هند بتقوله بس هنا جوه البلد مع اصحابها تخرج. انا مش هلازمها طول الوقت، هسيبها تخرج وهديها حريتها وهتعيش سن المراهقه وكل حاجه، بس مش لازم ده يبقى مرتبط بان انا اسمح لها تسافر بعيد عني بلد ثانيه، يبقى بيني وبينها طيران حتى لو ساعتين او ثلاثه. يا مي الفكره في المبدا، الطياره دلوقتي بقت ساعتين يا مي، ساعتين والله ساعتين وصلت مع انترنت على الطياره من البلد. بس لا هو ممكن على فكره يكون في ناس كتير جدا اكيد طبعا زي مي عندهم فكره انه عادي. اكيد ما هو احنا جايبين مي ومي النهارده علشان وجهتين النظر. طيب لو بنتك ان شاء الله ربنا كرمها وجات لها فرصه كويسه جدا في التعليم، انها تسافر بره مصر عشان تتعلم، عشان تبني نفسها، عشان يبقى معاها شهاده احسن، في اللحظه دي برضو هتقولي لا؟ لا مش هقول لا، بس ممكن يبقى في حل ان انا او بابا نكون معاها،
او حتى لو مفيش غير انها تسافر لوحدها. حتى في السن ده، حتى في سن شغل او دراسه او كده برضو مش هتبقي مطمنه؟ لا لا، انا شخصيا لا، هرفض رفض تام. انا عايزه اقول لك ان انا يعني في الموضوع بتاع الخوف ده، لا انا بخاف، انا من الشخصيات الخوفه جدا. طبعا ده فكرك وكل حاجه، بس صدقيني انا ده رايي. انا هقعد احللها الحلقه، هقول لك حاجه انك تبقي مامي ومسؤول عن على فكره انا مامي، ممكن انت تبقي بتقولي كده على نفسك. لا حبيبي، انا ام وعندي ولدين، بسيبهم يسافروا. احنا محتاجين نقعد مع بعض. بسيبهم يسافروا من وهو عنده 12 سنه، بسيبه يسافر وبيطلع كامبات والسنه اللي فاتت سبته يسافر المانيا لوحده، بس انا متابعه وعارفه. هو ده بقى، انت بتديله الثقه الكامله. الخوف بيولد خوف عند الطفل، ده رايي طبعا، وان شاء الله نغير لك وجهه نظرك. مي، انا عايزاكي تردي. اردي انت قلت كل حاجه. لا يعني انت شايفه الخوف الزايد ده ايه اثره؟ هو طب احنا ليه باصين على الخوف بس، ليه مش باصين على حاجات تانية؟ اصل بصي، هو السفر بس مش جرايم وقلق وخوف وهي بتعمل ايه دلوقتي. ما انت بصي ان هو هيتعلم حاجات تانية. بصي لو قعد في البيت ولا ميت بيت ولا مدرسه ولا جامعه هيعلموه الحاجات دي، شخصيته نفسها. يعني انا مش عايزه ادخلك في مواضيع كتير، بس هحكي لك كميه حاجات حصلت في السفريات. انا شخصيا لو تشوفيني مثلا من 6 7 سنين، مش انا اللي قدامك دي دلوقتي بسبب السفر بس، زي اتعلمت. بصي انت هتروحي مثلا، سايله هو سافر اماكن الكالتشر نفسها مختلفه، بطريقه ان هو ولا الاكل هو ولا الناس هي، هيشوف قد ايه هو مثلا. سايله لو انت مربيه بنتك بقى ان هي وهي صغيره معاها سمارت فون وبتروح مدارس وكده، هيشوف ناس لسه قاعدين بالموبايل ابيض واسود لحد دلوقتي، لحد سنه 2022 او 23. في شعوب لسه عندهم موبايل ابيض واسود، في ناس لسه بتتدفى على نار ما عندهمش دفايه، في ناس لسه. قابلنا واحد انا واختي في سريلانكا لحد النهارده فاكراه، قاعد بقاله 70 سنه بيحوش عشان مثلا يطلع عمره، والعمره واقفه على 5000 جنيه وهو قاعد حياته كلها مكرسها ان هو يجمع المبلغ ده عشان يروح يعمل عمره. 70 سنه، عارفه يعني ايه 70 سنه؟ والكلام ده كان قبل الكوفيد. وان انت تيجي تساعديه بحاجه ما يرضاش. فانت نفس يعني عموما هيرجعوا لا، حته الساتسفاكشن والرضا وان هم يحمدوا ربنا على كل حاجه. هتلاقيه بقى مش متذمر انه كل يوم بيخبط مشوار ساعتين عشان يروح المدرسه، مش متذمر من الشغل، مش متذمر ان المصروف قليل. هو بجد السفر بيعلم حاجات بعيده، بعيد جدا عن حته الخوف. انا مسافر اتفسح وانا مسافر اتبسط، لا، في جانب كده في السفر ملوش علاقه بالصور الحلوه والانبساط والكلام ده كله، ليه علاقه بتهذيب النفس او بتهذيب الشخصيه نفسها. يعني دلوقتي، زمان حد يسالني نفسك تروحي فين، اقول او ماي جاد انا عايزه اروح سويسرا، انا عايزه اروح باريس. دلوقتي يسالوني عايزه تروحي فين، البلد الصغير، انا عايزه اروح غانا، انا عايزه اروح كينيا، انا عايزه ابني بير في زامبيا مثلا. الشخصيه نفسها انت بتتعلمي حاجات لو راحوا 100 جامعه ومدرسه، صدقيني تكوين الشخصيه نفسه انت نفسك هتبقي حابه اصلا هم يتعرضوا لمواقف تعلمهم ازاي ما يخافوش، ازاي يحموا. يعني بدل ما تخافي على بنتك مثلا، طب قولي ازاي تحمي نفسها ان هي وهي في بلد ما تتاخرش عن الساعه 8 بالليل، ان هي تنزل جنب السيتي سنتر، ان هي تنزل في فندق يكون توب ريتد مثلا، او ان هو معروف شويه، ان هو او عليه قبل حد ادى عليه كذا، حد ادى عليه ريفيوز، والحاجات دي بتتعرف بسهوله دلوقتي، ان المكان ده امان. انت هتخليها هي تتصرف وتقول لك انا هامن نفسي ازاي، او ازاي انت تفضلي مطمنه عليا على طول، بدل ما احطها في ركنه ان هي خايفه وان انا خايفه وهي خايفه، فتطلع شخصيتها مش عايزه اقول شخصيه مهزوزه شويه، بس هتطلع شخصيه على طول في خايفه تتكلم مع الناس، خايفه تتعامل، خايفه تشتري حاجه جديده. لا، علميها هي بنفسها تاخد قرار من نفسها وتقول لك انا ازاي هبقى في امان في البلد دي، لان في خطوات كتير قوي متبعه عشان هي ما تمشيش بدهب مثلا في البلد. في حاجات كتير مي اللي انت بتقوليه ده، هنرجع برده ونقول علشان مي بتقول انه انا هاخدها وهسافر معاها، اللي انت بتقوليه ده مش هيحصل الا لو سافرتي لوحدك. يعني وعايزه اقول لك على حاجه، يمكن احنا الدين امرنا بكده، يعني جعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، سافروا تصحوا، ألم تكن أرض الله واسعة لتهاجروا فيها. كل ده ربنا قال لنا، وما قالش الرجالة، قال الستات، وما قالش طيب. برضو لوحدنا، لا 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 لا، مفيش ما يمنع في الدين، مفيش ما يمنع طول ما معاكي صحبة. ما قلتش انه يمنع، انما برضو كل اللي هي مايا قالته دوت، انا جدا سبورت دي، وانا جدا مع الفكره. ولازم الانسان، يعني هقول لك على حاجه، انا النهارده مسؤوله وام واقدر اروح واجي وبعمل كل حاجه لوحدي في حياتي،
وتربيت كده وكبرت كده وهربي برضو ولادي كده. مش معنى كده ان انا الخوف بتاعي هيقتلهم او الخوف بتاعي هيخليهم ما يكتسبوش اي خبرات من الحياه، لا بالعكس. انا كل الحكايه ان انا قلت مش لوحدها، مش معنى ان هي هتبقى معايا ان انا هلغي شخصيتها، مش معنى ان هي ما سافرتش لوحدها ومع اصحابها ان هي مش هيبقى عندها خبره تعرف تتصرف في المواقف. بتاعها خلي بالك انت مصدر الامان بتاعها، هتفضل طول الوقت من غير ضغط. لا ما هي طول الوقت هتفضل تستنى مصدر امان، ده ممكن يعملها مشاكل برضو مع جوزها برضو، انها تبقى معتمده اعتماد كلي عليه في كل شيء. صدقيني يعني احنا صدقيني برضو ساعات ده بيبقى سبورت، يعني انا بعتمد طبعا على جوزي في كل حاجه، انما هو بيسيبني في حاجات كتير جدا لوحدي، عارف وواثق ان انا هعرف اتصرف، بعرف اتحط في مواقف كتير وبعرف اتصرف فيها بحكم شغلانه كمان، بنحط في مواقف كتير ونتعامل مع بني ادمين كتير وخصوصا البنات. انت ضد السفر، سفر البنت لوحدها خوف عليها من حاجات ليها علاقه بالامن والامان، ولا خوف عليها من الغلط؟ لا خوف عليها ليها علاقه بالامن والامان، الغلط او الصح هيتعمل حتى لو اخر الشارع اللي انت ساكنه فيه، لو هي عندها فكره الغلط والصح محسومه من الاول، يعني هي عارفه حدودها في الغلط والصح، بتخاف من ربنا في الغلط وفي الصح، ده ملوش علاقه خالص ان انت تخافي من حته ان هي اللي تغلط، مش محتاجه تراقبيها، انت محتاجه توجهيها للغلط والصح. انما فكره الامن والامان في المجتمع النهارده اللي احنا فيه ده، لا نحط في الاعتبار ان امبارح مش زي النهارده، زمان مش زي بكره، الموضوع مختلف خالص ولازم لازم نحسب له الف حساب. مي لو انا مامتي زي استاذه مي مش راضيه خالص، اقنعها ازاي ان انا مش هتقتنع؟ على فكره بيتفرجوا علينا النهارده. بتتفرج علينا؟ بتتفرج علينا وهتعمل لي ليله لما اروح. تعالي معانا، تعالي معانا. طيب حاجات كتير جدا، يعني اولها ان انا مش هبتدي، او زي ما قلت مش هبتدي اسافر ان انا اقول انا رايحه وات ايفر زيمبابوي او موزمبيق او بلد ما حدش سمع عنها ما يعرفش عنها حاجه، هبتدي ان انا اسافر جوه مصر. طب انا هطلع اسكندريه، طب تعالي معايا مره مثلا، تعالي معايا، ما عنديش مشكله ان انت لو انا بنتك مثلا ان انت تسافري معايا مره في الثانيه في الثالثه، سواء جوه مصر او بره مصر، لحد ما تشوفي بنفسك. هقول لك حاجه، انا مامتي مثلا، انا برضو اهلي كانوا معترضين على فكره، مش اللي هو اتولد ويلا بس هي مثلا هي معترضه على شرق اسيا، فانا مثلا في مره رايحين ماليزيا وسنغافوره، طب ما تيجي معانا تشوف الدنيا عامله ازاي. فجت لقيت لا البلاد كويسه، فيها امان، فيها كاميرات، الشعوب الناس طيبين قوي، امان جدا، فخلاص فهي اطمنت. فهي واحده بواحده، يعني ابتدي سافري معاها جوه مصر، سافري معاها بره مصر، لحد ما يبقى عندك تكت لا هي تقدر تتعامل لوحدها، فخلاص انا هسيبها. احنا للاسف فقرتنا خلصت، كل واحده في كوت الحمد لله رساله. خلصت ليه؟ الحمد لله خلصت غير الخناقه. لا الحمد لله. قولي رساله لاولياء الامور اللي ما بيسفروش، اللي بيسفروا بناتهم. لا مش انا مش مع ضد، انا مش ضد الفكره، انا ضد ان ده يحصل في حاجه تخصني انا. في ناس كتير عندهم فكره ان ده عادي وان ده يحصل عادي زي ما احنا قلنا من الاول، وطبعا اكيد هم ليهم تجربه وليهم ان هم شايفين ان دي حاجه كويسه وصحيحه ان مفيش فيها مشكله، انما هي بتختلف برضو. انا ستيل خايفه وستيل بقول لا، والمامز بالذات لا ما تعملوش كده، وخصوصا في الاطفال في الزمن ده ما ينفعش. استاذه مي سافروا او سيبوا بناتكم تسافروا، هيشكروكوا لما يكبروا. بس بشكركم انتوا الاثنين، نورتونا في النهايه، يعني كل واحد له وجهه نظر. الحمد لله خلصت من غير حد يصور. يعني الحمد لله احنا كبرنا. الحمد لله ان انا ماما بقت بتسيبني اسافر، انا بابايا طول عمره بيسيبني اسافر الحمد لله، يعني انت ماما بس اللي ما توافقش. خلصت فقرتنا الحقيقه، نورتونا وسمعنا طبعا وجهتين النظر، كل واحد ليه اسبابه، كل واحد ليه افكاره اللي مقتنع بيها، المهم انت اقتنعت بايه ومع سفر البنت لوحدها ولا لا. تقدروا تشاركونا وتقولوا لنا رايكم، لكن خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا، استنونا. ورجعنا لكم مره ثانيه، وصلنا معاكم دلوقتي لفقره الستات بتلعبها صح. واحدة من أهم لاعبات كرة السلة في مصر والنادي الأهلي، حققت بطولات كتيرة جدا طول رحلتها، احترفت في دوري الجامعات الأمريكي وتألقت هناك وقدمت مستوى رائع، وكانت سفيرة فوق العادة لكرة السلة المصرية بشكل عام وسلة النادي الأهلي بشكل خاص. تعالوا نشوف معانا مين ونرجع مرة تانية. زي ما شفنا معانا ومنورنا كابتن رنيم الجداوي نجمة الأهلي ومنتخب مصر لكرة السلة، برحب بيكي منورانا. منورانا في بيتك قناة الأهلي. شكرا منورك. رنيم عايزين نبتدي بالأهلي، كلميني عن مشوارك مع الأهلي وانت حققتي طبعا بطولات كتير قوي مع الأهلي. عايزين ممكن نرجع سنة ورا كده قبل انضمامك للأهلي،
ايه بقى؟ عايزين نعرف بس عملت ايه لغايه ما جت الاهلي. ماشي. ابتدت من ايه؟ انا اصلا من اسكندريه، فانا بدات من الاول خالص نادي سبورتنج في اسكندريه. شفتي انا كنت بسال ليه؟ منطقتي حبيبتي بجد. فضلت هناك لغايه اولى جامعه، وبعدين جالي سكولرشيب في امريكا، فكنت بلعب في المنتخب الاول تحت 16 سنه، وبعدين لعبت تحت 18 سنه كاس عالم. جالي شافوني الكوتش هناك في جامعه في امريكا، شافتني فطلبت ان هي تلعب معايا، اروح يعني العب هناك. فسافرت 4 سنين جامعه، بعدين اول لما رجعت خلصت الجامعه الاربع سنين، كانت احلى 4 سنين في حياتي. خلصت جيت هنا، جيت على نادي الاهلي بقى، فانا بقالي سنه يعني دي تاني سنه ليا في نادي الاهلي. اوكي. انت كواليس بقى انضمامك للنادي الاهلي، يعني انضميتي للنادي الاهلي ازاي؟ كابتن علي هاشم هو اللي كان ماسك الفريق، فانا كنت المفروض اروح ارجع على سبورتنج علشان ده النادي، فانا كان ليا المفروض سنه كمان ان انا العب في سبورتنج. فكابتن علي كان عارفني من قبل ما اسافر اصلا امريكا، كان ماسك اسيستنت منتخب بتاعنا تحت 18، فكلم معايا ومع بابي وكده، والايجنت بتاعي ان هو عايزني وعايزني اجي الاهلي ومش عارفه ايه وكده بس. فاتفق مع النادي سبورتنج واتفقوا مع بعض ووصلوا ان انا ممكن اتنقل يعني للنادي الاهلي. الدنيا كانت سهله يعني. الحمد لله. طيب اختك روان كان ليها دور في سفرك طبعا امريكا، خاصه ما هي موجوده هناك، كان ليها اي دور في ان انت تروحي الاهلي؟ كان ليها دور كبير قوي، هي اللي شجعتني. بابايا ما كانش موافق الاول، علشان برضو يعني هم عايشين في اسكندريه، فاللي هو برضو انت كنت في امريكا وغربه وكده، هتيجي برضه هتبقي بعيد عننا، فلا خليكي. بس اختي قعدت تقنعه يعني ان هو لا، ده احسن لها والنادي الاهلي، يعني اي حد يتمنى ان هو يلعب في النادي الاهلي وكده، فاقتنع شويه، فاللي هو قال لي خلاص اعملي اللي انت عايزاه. وانا بقى كان من زمان وانا صغيره كان حلمي ان انا العب في النادي الاهلي بصراحه، فما صدقت بقى ان هو وافق، فمشوار كمان الحمد لله. طيب رنيم، تجربه الاحتراف وجودك في دوري جامعات في امريكا ضافت لك ايه بعد بقى ما جيتي مصر كده ولعبتي في النادي الاهلي وبقيتي بتشوفي اللاعبات اللي احترفوا واللي ما احترفوش؟ شايفه ده ضاف لك ايه في مستواكي وشخصيتك كمان؟ كتير انا اتغيرت. انا ما كنتش كده خالص قبل ما اسافر، كنت اللي هو ببقى في حالي، مش بتكلم قوي، كسوفه كده. دلوقتي الاربع سنين كنت عايشاهم لوحدي، اول سنه بالنسبه لي كانت صعبه جدا، اللي هو لسه بقى ما تاقلمتش، في اختلاف في كل حاجه من هنا لامريكا. بس بقى بعد كده اتعودت، واللي هو بقيت بعمل كل حاجه لوحدي، وكل حاجه بقيت معتمد على نفسي فيها وكده. فرجعت حسيت ان انا حتى لو قعدت هنا في القاهره لوحدي، فانا خلاص انا بقيت متعوده على ان انا اعمل كل حاجه بنفسي، فالموضوع كان سهل بالنسبه لي. بس ده على مستوى شخصيتك. مستوى بقى اللعب، لا كانت هناك طبعا اختلاف تام في كل حاجه، التمارين، السيستم، الماتشات، كل حاجه. فحسيت ان انا يعني في حاجات مختلفه، يعني هو كده في امريكا في فرق ما بين الدوري في امريكا وهنا، فالحمد لله رجعت قدرت ان انا يعني اساعد الفريق الحمد لله بشكل كويس، يعني بخبرتي وبكل حاجه ان انا احنا نحسب البطولات. حياتي. طب انا عايزه اعرف، نشاتك في بيت برضو اختك برضو بتلعب، ده كان ليه اكيد سبب في اختيارك اصلا للسله؟ انا اصلا زمان قوي كنت بلعب هاندبول، وبعدين انا اللي هو هاندبول اوكي. وانا احنا صغيرين طوال شويه عن باقي الناس. ما شاء الله. فاختي دخل الاول، حد كابتن يعني في نادي سبورتنج شافها ان هي طويله وكده، فقال لها تعالي العبي وكده، فشفتها كذا مره بتلعب واللي هو اللعبه عجبتني، فقلت اما اجرب انا كمان يمكن يعني بس. فمن ساعتها بقى وانا حبيت اللعبه قوي، وطلعنا احنا اتنين درجه اولى مع بعض في نادي سبورتنج. بعدين هي بقى سافرت امريكا، وانا يعني كل واحد بقى تفرق، انا سافرت جامعه وهي اتجوزت وسافرت مع جوزها. يعني الايدل بتاعك في كره السله اختك ولا عندك ايدل معين في باسكت؟ لا ممكن اقول اختي. يعني روحي.
دي حاجه هايله ان الايدل بتاعك يبقى قاعد معاكي في نفس البيت، دي حاجه عظيمه. بس خلاص بقى هيسافر، بس طبعا هي اللي ساعدت طبعا من الاول. من الاول هي كمان اللي ساعدتني ان انا اسافر. في الاول كنت خايفه جدا ان انا هي ما كانتش مسافره اول سنه، كنت انا اللي هبقى لوحدي في امريكا، فكنت خايفه قوي اخد الخطوه دي وابقى لوحدي كده ومش عارفه يعني في بلد غريبه وما اعرفش اي حد. قعدت تقول لي سافري وما تخافيش وخدي الخطوه وحاجه حلوه ليكي ومش عارفه ايه كده، فهي اللي ساعدتني بجد وزقتني هي واخويا وبابايا طبعا. طبعا ممكن تعملي زيها وتتجوزي وتسيبي الباسكت بول عشان اطمن على نفسي. وتسيبي الباسكت بول يعني ممكن مش دلوقتي بس يعني كمان شويه اللي هو طيب مشوار الاحتراف يعني اكيد بيبقى فيه مواقف وصعوبات وحاجات. ايه الصعوبات والتحديات اللي قابلتك هنا ولا في بره؟ بره طبعا يعني هما الكالتشر كلها مختلفه عن مصر، فاللي هو الاول كان كمان مستوى التمارين يعني كان نصحى الساعه مثلا 5 الصبح نتمرن، 6 الصبح نتمرن. انا هنا مش متعوده طبعا على الحاجات دي. تمرينتين في اليوم، تمرينه بعد كده اروح الجامعه ادرس وبعدين ارجع تاني على التمرين، فالموضوع كان بالنسبه لي متعب جدا جسديا وفكريا وكل حاجه. فبس الحمد لله اتعودت بعديها بفتره كده، يعني الموضوع بقى اسهل شويه، بس برده يعني اللي هو دي اكتر حاجه كانت صعبه بالنسبه لي اللي هو التمارين الكتير والحمل في التمارين وكده، وان انا اصحى الصبح بدري قوي واليوم كله. انا عن نفسي بحب انام جدا، فاللي هو ان انا اصحى الصبح بدري قوي وافضل طول اليوم قاعده من غير نوم، دي كانت بالنسبه لي كارثه. ظبطتيها ازاي؟ قدرتي ان انت تتاقلمي في وقت قد ايه مثلا؟ لا كتير. سنة بتتأقلم قد كده؟ كان اللايف ستايل بتاعك مختلف؟ لا خالص. هو هنا بقى ما كنتش بروح، درست سنة في جامعة هنا، فاللي هو اصلا ما كنتش بروح، وفي المدرسة اصلا عمري ما روحت، هو التمارين بس اللي هي بتبقى مثلا من 6 ل 8 وخلاص وبروح البيت افضل قاعدة. هناك بقى كان موضوع مختلف تماما، زي مواعيد بالدقيقة بالثانية، والناس لازم علشان تجيبي درجات تبقي متفوقة دراسيا وفي الرياضة كان لازم بقى بيجيبوا لك حد ان انت تقعد تذاكر معاكي انا بقى اللي هو ماليش في المذاكره خالص، هي بقى واحده تيجي تقعد تذاكر معايا علشان تخليني انجح بس. فبتبقى الموضوع كان بالنسبه لي برده صعب جدا. حلو، عايزين نتكلم معاكي على جمهور الاهلي بقى، يعني جمهور مهم قوي طبعا لاي لعبه. بتبقوا خايفين وهو موجود وجوده في الصاله ولا بيديكوا حماس؟ حاسه بايه؟ لا بيدينا حماس، هو بيبقى فيه سن في خوف اللي هو احنا خايفين نخذلهم، بس اللي هو في نفس الوقت التشجيع اللي هو الجامد ده بيدينا حماس كمان ان احنا لازم نطلع كل اللي عندنا، نموت نفسنا علشان نكسب، علشان هم يعني جايين ويعني تعبين وسايبين اللي وراهم وكده وجايين عشان يشجعونا، فحرام ان احنا نروحهم مش مبسوطين بس، فبيدينا حماس طبعا. بانه روح بقى لفوز الديربي بفرق 70 نقطة، فرق مش صغير، هل شايفة انه الماتش كان سهل ولا الاعداد بتاع الفرقة هو اللي كان كويس؟ يعني هو فريق الزمالك فريق احترم اكيد، بس احنا كنا قعدنا نستعد للماتش ده كتير علشان طبعا الديربي، فهو الماتش كان سهل بصراحة، بس احنا برضو كفريق احنا كويسين قوي، فاللي هو وفضلنا بنستعد ليه جامد، واللي هو لازم يبقى شكلنا حلو، لازم قدام الناس. الصاله كانت كلها متقفله، المجلس كان قاعد بيتفرج علينا، فاحنا كان لازم ان احنا نلعب ويبقى شكلنا كويس لاكمل وجه علشان بس يعني نفرح الجمهور كمان. فرق 70 نقطه فرق مش قليل خالص. يعني فرق بيوريكي مكانة فريق السلة في النادي الأهلي قد إيه الفرق الحجم يعني بين الفرقتين كبير قوي. يمكن أميرة أنت اتكلمتي عن الجمهور وكلمنا دلوقتي عن الديربي، نروح بقى لدوري مرتبط. أوكي. نتكلم بقى عن دوري مرتبط. بصراحة دوري مرتبط بالنسبة لي كانت افتتاح السيزون ببداية مبشرة، يعني اللي هو احنا كانت السيزون اللي فات ما كانش أحسن حاجة بالنسبة لنا، كان عندنا اصابات، الفريق ما كانش كامل. فالسنه دي ان احنا اول نكسب سبورتنج اللي هو الفريق اللي هو بينافسنا دايما ماتشين ورا بعض وفرق، واللي هو بنلعب كلنا مع بعض بحماس مبسوطين، اخذنا بطوله، فدي بصراحه بطوله كانت غاليه على قلبي، يعني كانت جميله.
بس معنا معنا هو ده ايه بقى هنا وانت او ده الماتش اللي فات ده مع سبورتينج اوكي اوكي هايل. انت لعبتي مع سبورتينج ومع الاهلي وقابلتي سبورتينج وانت في الاهلي ويحكي لنا بقى عن اول ماتش ليكي وانت في الاهلي لما قابلتي سبورتينج. طبعا يعني كل اللي في سبورتينج صحابي يعني قريبين جدا مني, فاللي هو الموضوع كان اللي هو انا عايزه اللي هو ابقى اثبت, عشان هو سبورتينج هو اللي احنا دايما بنلعبهم في الفاينل, فهو بيبقى ماتش يعني لازم كده كده اعمل كل اللي عليا علشان نكسب. يعني هم اصحابي بره الملعب وكل حاجه, بس اللي هو جوه الملعب معلش انا اسفه جدا بس ما اعرفكمش يعني. فكنت شويه متوتره ان انا عايزه اطلع يعني يبقى شكلي منظري يبقى كويس, واللي هو ما يقولوش ما يبقاش فيه سنه اللي هو هي ماشيه احنا عادي يعني مش فارقه من غيرها بيها. بس فاللي هو كنت بحاول ان انا اعمل اللي عليا ويبقى منظري حلو يعني, فاللي هو كنت متحمسه ومتوتره شويه بس الحمد لله كان عدى يعني لعبت حلو. طيب مين افضل مدرب اتدربتي معاه وساب فيكي اثر نفسي كده وفاكره ايه نصايحه؟ لا والله في كتير قوي من وانا صغيره من وانا في الناشئين يعني, في كابتن هيثم رسلان, في لا كتير جوه مصر او بره مصر. بره مصر الكوتش اللي هو كان بيمرني في امريكا اسمه كوتش كولينز, بحبه جدا يعني فعلا غيرني 180 درجه. من انا كنت شخص بقى اللي هو حساس, هو انا ما زلت حساسه شويه اللي هو اي حاجه بتضايقني بعيط على طول, بس يعني اللي هو كنت اللي هو اي بجد اي حاجه بتضايقني حتى لو صغيره بروح معيطه. دلوقتي اللي هو الموضوع بقى احسن شويه. انت جايه دلوقتي, احنا جايبينك دلوقتي من المعسكر, تعملي ايه وبتحضري لايه الفتره الجايه؟ عندنا بطوله اللي هي تصفيات افريقيا ان شاء الله في شهر 2 يوم 10/2. دي قربت قوي. فمعسكرين مع كابتن ايهاب الالفي, برضو كابتن ايهاب الالفي من المدربين اللي انا بحبهم جدا. بس فمعسكرين في صاله حسن مصطفى, قاعدين بقى من اول, المفروض احنا النهارده بدانا اول يوم معسكر, فقاعدين من النهارده لغايه بقى ان شاء الله ميعاد البطوله. بس فقاعدين احنا قاعدين اصلا جوه الصاله. بتعملوا ايه يومكم؟ عايزه اعرف المعسكرين بيعملوا ايه. احنا كده يومنا احنا دلوقتي قاعدين جوه يعني جوه, يعني احنا قاعدين فوق الصاله تحت, فاحنا اوكي. فاللي هو النهارده كان عندنا تمرين الساعه 10, خلصنا طلعنا ريحنا شويه وكده, وبعدين كان ميعاد الغدا الساعه 3. بعدين هنخلص برضو هنريح شويه, بعدين هنعمل تمرين تاني الساعه 7. فاحنا كل يوم, وبعد التمرين العشاء, فاحنا كل يوم هو فطار غدا فطار تمرين غدا تمرين عشاء. بياكلكوا كويس؟ دي اهم حاجه. تاكلوا كويس؟ الحمد لله. احنا عايزين نخرج بقى بره الباسكت بول خالص وبره الرياضه. انت بتعملي ايه في حياتك غير الباسكت بول؟ يعني ايه هواياتك, الحاجات اللي بتحبي تعمليها؟ يعني بصراحه بعمل أيوة. اي حاجه مش بعمل اي حاجه, بنام يعني اكتر الوقت بنام. يعني بكون تعبانه قوي من التمرين, يعني لو مثلا عندي يوم اجازه او كده بخرج مع صحابي. بس لغايه دلوقتي الصراحه ما اكتشفتش اي هوايه من كتر ما انا ما عنديش وقت ان انا اكتشف. يعني ممكن بحب ارسم شويه, بس يعني عمري ما رسمت. يعني كنت وانا صغيره برسم كده شويه, بس اللي هو ما خدتيش الموضوع بروفيشنالي. لا خالص. كان نفسي اخش انتيري ديزاين بصراحه, بس برضو ما كنتش بحب اللي هو المذاكره الجامده وكده, فما جبتش درجتها بصراحه. ده انت درستي ايه؟ انت قلتي درستي بزنس. اوكي حلو. بزنس خفيف. عايز اعرف منك ايه ابرز القابك مع النادي الاهلي ومنتخب مصر؟ القابي مع النادي الاهلي ومنتخب مصر, مع النادي الاهلي الفرديه ولا الفرديه. مع النادي الاهلي اخذت السنه اللي فاتت هدافه بطوله اخذت احسن لعيبه في كره المرتبط وهدافه بطوله كاس السوبر. والسنه دي اخذت برده احسن لعيبه في كره المرتبط. مع المنتخب اخذت احسن خمسيه اللي هو مركزي في بطولة تصفيات افريقيا بتاعت السنه اللي فاتت.
ده اللي انا فاكراهم يعني اللي هم الكام سنه اللي فاتوا دول. ايوه شكرا القبها عايزه تنام مش رياضيه خالص. هي تحسي في براءه وكيوت كده، تحسي هاديه قوي يعني مش عنف. بس قلتي الكلام ده مش موجود في الملعب؟ لا لا في الملعب اه يعني الحكام يعني تعبوا مني بس اتمنى يسامحوني يعني ما بكونش قصدي والله. لا 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 قولي يسامحوكي في ايه؟ عملتي ايه؟ كل موقف مع حد من الحكام؟ لا انا على طول يعني ما فيش ماتش عدى غير ان انا مثلا اتخانق مع حكم ازعل يعني بس انا ما بكونش قصده، بيبقى اللي هو عصبيه الماتش فيعني بتطلع في الحكم من غير قصده. فانا دلوقتي بقيت بحس ان الحكام كلها جايه الماتش عارفه ان رنيم جايه اللي هو اهدي بقى علينا النهارده شويه يعني خلي الماتش يعدي على خير. فيعني بوجه لهم رساله ان انا فعلا ما بكونش قصده فعلا يا جماعه جايه هاديه بس سخنت في اللعب بكون سخن اه سخنت فعلا. ماشي عايزين نعرف بقى ايه طموحاتك الفتره الجايه؟ طموحاتي مع الاهلي ان احنا فاضل احنا التارجت بتاعت السنه دي ان شاء الله ان احنا ما نخسرش ولا ماتش مش ولا بطوله باذن الله ولا ماتش. احنا عندنا فاضل لنا الدوري اللي هو السوبر وفاضل لنا الكاس فان شاء الله نكسبهم. انا طموحاتي ان احنا نكسبهم هما الاثنين وان شاء الله ما نخش بطوله افريقيا باذن الله وبطوله عربيه برضو نكسبهم يا رب ان شاء الله. وعلى المستوى الشخصي؟ على المستوى الشخصي يعني ان شاء الله في بطوله افريقيا اخد جايزه يعني احسن يعني هو اتمنى ان انا اكون احسن لعيبه بس الموضوع مش سهل قوي ان شاء الله. فان شاء الله اخد احسن لعيبه في مركزي ان شاء الله. يا رب. خلصت فقرتنا بس قبل ما نخلص عايزينك توجهي حاجه لجمهور الاهلي. بجد شكرا جدا يعني لدعمهم وان شاء الله السنه دي مش هنخذلهم وان شاء الله ناخد كل البطولات باذن الله وان هم يفضلوا في ظهرنا دايما باذن الله. ان شاء الله. انت نورتينا رنيم وان شاء الله التوفيق والنجاح ليكي ومن نجاح لنجاح كده وتنورينا تاني باذن الله. ان شاء الله. ميرسي. خلصت فقرتنا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم باقي فقرات حلقتنا. ورجعنا لكم مره ثانيه وصلنا معاكم لاخر فقرات حلقتنا النهارده استشاره طبيه. استشارتنا الطبيه النهارده هتكون عن خشونه المفاصل او الحاجات اللي ممكن تكون سبب في عدم سعادتنا وهي وجود بعض الامراض والمشاكل الصحيه سواء لينا او للمقربين لينا. ويمكن في الفتره دي تقريبا مفيش بيت الا وفي شخص بيعاني من خشونه المفاصل واللي من بعض اعراضها سماع صوت ترقعه في المفصل او وجود الم في الركبه واحنا ماشيين. عشان كده هنعرف اكتر عن خشونه المفاصل وطرق الوقايه منها مع ضيفنا اللي منورنا النهارده دكتور احمد رأفت اخصائي العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه والمستشار الطبي لشركه بيكس فارما. منورنا يا دكتور. بنورك. ويعني الحديث المفضل عندي انا واميره عن ركبنا. الركب والظهر بقى دلوقتي دخل. بالظبط. كتير الفتره الاخيره بنسمع المصطلح بتاع خشونه ركبه مش عارفه الطرقعه الحاجات دي كلها، ايه القصه؟ ايه القصه؟ طيب عشان نشرح خشونه الركبه الاول لازم نعرف ان الركبه مكونه من عظمتين، عظمه فوق اللي هي الفيمر وعظمه تحت اللي هي التيبيا بيبقوا عاملين على بعض كده وما بينهم الغضروف اللي بيحافظ على المفصل من الاحتكاك والسائل اللي جوه ومحاوطين بكبسول قافل عليهم كلهم. اوكي. ده غير بقى الاربطه اللي موجوده جوه اللي بتساعد على ايه؟ الاستابيليتي. فدايما مشكلتنا دايما ان اللي بيحصل ان احنا واحنا ماشيين المفصل بيبقى بعيد وما بيحتكش ببعضه خالص. تمام؟ ليه؟ لان عضلاتنا بتبقى شايله اللود ورافعه المفصل على بعضه الدنيا ماشيه كويس قوي. اللي بيحصل ان العضلات بتضعف مع مرور الوقت وان احنا بنهمل في صحتنا وما بناكلش كويس وبنعيش حياتنا طبيعي بيبدا المفصل يقرب من بعضه ويضغط على الغضروف. يبدا يحصل احتكاك يوم ورا يوم مع حركه ومع سلم مع عجله ايا كان بيبدا الاحتكاك ده يزيد فيبدا الغضروف يتاكل ويبدا يبقاش له وجود فيحصل احتكاك العظمتين في بعض. هنا نبدا نقول دي كده بدايه الخشونه الجامده لان ساعتها اي احتكاك بيؤدي الى الم او بيؤدي الى ان انا مش قادر اتحرك. مع تكرار الحركه دي كتير بيبدا يحصل نتوء في العظم نفسه ويبدا خلاص بقى انا كل ما بقف بحس بالم رهيب جدا في ركبتي وما اقدرش اتحرك. دي كده مراحل الخشونه المتقدمه. فبالتالي الخشونه هي ان العظم نفسه خلاص احتك ما بقاش في سائل ما بقاش في حاجه بتحمي المفصل نفسه من جوه. تمام. نقدر نعمل ايه علشان نقي نفسنا من ان ده يحصل ونعالج كمان لو المشكله وصلت لمرحله الخشونه؟ طيب هو مبدئيا عشان اقي نفسي من الموضوع ده الاول انا لازم اركز على عضلاتي الاماميه دي كويس قوي واخليها قويه جدا لان هي دي المين رول بتاعها ان هي تشتغل مع الركبه هي اللي بتفردها
وهي اللي بتطلعنا السلم وهي اللي بتمشينا. فده الهدف بتاعها الاساسي. ثم هي قويه ثم المفصل بعيد. بنقويها بالتمارين. لازم جدا التمارين الاماميه دي كويسه قوي. الخلفيه لازم نشوف طولها مناسب ولا لا، لان برضو العضلات الخلفيه لما بتشد بتقرب المفصل على بعضه لان هي ليها طول معين، فبالتالي لما بتكون قصيره فده بيؤدي برضو الى احتكاك المفصل ببعضه. فاحنا لازم نحافظ على عضلاتنا ستريتشد او فليكسبل زي ما بنقول، والعضله اللي قصادها الناحيه الثانيه تكون قويه فتقدر تشيل الحمل من على المفصل. دي رقم واحد. رقم اتنين، لازم نشرب ميه كتير لان المفاصل والعضلات محتاجه ميه كويس قوي عشان تبقى هيدريتد وفيها فليكسبيليتي. كل ما الواحد بيحصل له جفاف كل ما العضله بتبقى خلاص حركتها مش سموث، والمفصل نفسه بيبقى فيه حركات احتكاك برده معينه كده بتحصل بتؤدي الى التهابات ووجع من غير حتى ما يكون في خشونه. اخر حاجه بقى ان احنا لازم ناكل ونتغذى كويس. لازم ناخد الغذاء والحاجات المواد البنائيه اللي انا محتاجها لجسمي تكون موجوده عشان اقدر ابني بيها الغضروف وابني بيها عظمي. فدايما افضل بصحه كويسه. اوكي، ابقى ازاي بقى؟ ازاي يعني اكل ايه؟ ما اكلش ايه؟ امنع نفسي عن ايه؟ ازود في ايه؟ هو مبدئيا كده اي حاجه فيها سكر مضاف ده بيعمل مشكله مع المفاصل رهيبه جدا، لان ده بيؤدي الى يعني إيه سكر المضاف، يعني زي العصاير اللي فيها سكريات، الحاجات الحلويات الكتير، الشيبس، مش هنقول بقى يعني منتجات معينه بس في حاجات كتير قوي فيها سكر مضاف عليها، فبالتالي السكر الكتير ده اصلا بيعمل مشكله مع المفصل. كل الحاجات الحلوه، كل الحاجات اللي بنحبها بتعمل مشاكل، نعمل ايه؟ احنا ناكل كميات معقوله ما ناكلش كتير. وتاني حاجه ان انا زي ما اتفقنا احافظ على نفسي برضو ان انا باخد الغذاء الكويس بتاعي اللي ناقصني. فانا لو هاكل كويس مثلا هاكل سلطه واكل فاكهه واكل حاجتي كلها طبيعيه، وفي نفس الوقت ممكن اكل حلويات بس الكميات هي اللي بتختلف. وفي نفس الوقت الميه مهمه قوي عشان تخلص الجسم من السكر، لان السكر بيعمل جفاف، فالسكريات الكتير بتعمل جفاف في الجسم اصلا. عشان كده في ناس كتير تقول لك انا بشرب عصير بدل الميه. لا ده مش صح، لان ده بالعكس بيعمل جفاف اكتر، بيعمل مشاكل فتحس بالتهابات والام اسرع من اللي بيشرب ميه كتير. فضروري جدا نحافظ على موضوع الغذاء ده. طبعا دلوقتي الموضوع بقى صعب قوي، ما بقيناش بناكل كويس، فالمكملات الغذائيه بدات تعوض عن الموضوع ده دلوقتي. طب ايه المكملات الغذائيه اللي احنا محتاجينها دلوقتي؟ مثلا انا او ابني او اي حد ما بياكلش الغذاء المظبوط، وده فعلا بيحصل من مع السرعه وكده والانشغالات، نعمل ايه علشان نبقى خدنا كل حاجه؟ طيب مبدئيا كده هي بيكس فارما عملت اربع منتجات فيهم كل الفيتامينز والمينرالز اللي الجسم محتاجها. اول منتج اللي هو الجوينت بيكس ده موجه للمفاصل مخصوص، وهو مكون من خمس عناصر اساسيه اللي هي الهيلورونيك اسيد زي ما قلنا، ده السائل اللي موجود في المفاصل عامه، وفي الكوندروتين والجلوكوزامين، دي المادتين اللي الجسم بيبني بيهم الغضروف اصلا او كيكه بينتجهم داخليا. وبعد كده في البرومالين والجينجر. البرومالين دي ماده مستخلصه من الاناناس وهي مضاده للالتهابات، والجينجر مسكن طبيعي ربنا خلقه لنا في الطبيعه. فبالتالي هو ينفع كوقايه للمفصل لو انا ما عنديش مشاكل وبحسش بالم، وينفع ان هو يكون علاج اللي عنده اصلا خشونه في الركبه. حلو، تمام. ده كده اول منتج. تاني حاجه على طول السي دي زد بيكس، ده الكالسيوم بقى بما ان يعني ده كده هو قلنا جوينت بيكس ده بيسهل حركه المفاصل وبيلين الدنيا. ده السي دي زد بيكس وده اللي هو كالسيوم سيتريت، لان احنا زي ما قلنا المفصل احنا جوينت بيكس موجه للمفصل، فالسي دي زد بيكس موجه للعظم اللي حوالين المفصل. حل. لان هو الكالسيوم هي الماده البنائيه للعظم اللي احنا بنحتاجها يوميا. فبالتالي سي دي زد بيكس ده موجه جدا انه في كالسيوم اللي انا محتاجه كل يوم عشان عظمي يتبني ويبقى كويس، وهو كالسيوم سيتريت مش كالسيوم كربونيت. كالسيوم سيتريت هي الماده الكيميائيه للكالسيوم، سهل امتصاصها في الجسم جدا وما بتسببش اي الم للمعده او غثيان. طبعا اتكلمنا على الكالسيوم فلازم نقول ان لازم يكون معاه فيتامين دي ضروري قوي عشان خاطر ما بيحصلش بايندنج للكالسيوم في العظم من غير الفيتامين دي. ففي دي بيكس ده اللي هو المفروض الفيتامين دي اللي هي 2000 وحده دوليه اللي الانسان محتاجها يوميا عشان خاطر يعوض جسمه باللي ناقصه من فيتامين دي. حلو. ان معظمنا عندنا نقص فيتامين دي. واخر حاجه خالص اللي هي الالب مالتي فيت، ده مكمل عام في كل حاجه بقى باقيه زي فيتامين بي، فوليك اسيد، الزنك، المغنيسيوم، السلك، كل حاجه تانية الجسم محتاجها موجوده فيه. ده بيدينا نشاط وتركيز عالي جدا وما بنحسش بالام الاعصاب كمان. طيب دكتور، اول ما بنقول مكمل غذائي يمكن الناس تبقى خايفه شويه، تقول لك ده هيبقى تقيل على المعده، ده هيعمل لي غثيان، مش عارفه ايه. الكالسيوم تحديدا ساعات بيعمل مشاكل في الهضم، هل البرودكتس دي بتعمل برضو نفس القصه ولا ازاي؟ لا خالص، زي ما اتفقنا بقى احنا قلنا كالسيوم سيتريت هي اسهل ماده امتصاصها في الجسم وما بتعملش اي مشاكل في المعده خالص، وبقيه المواد الثانيه طبيعيه كده كده 100% بينتجها جسمنا داخليا، مش بنحس بيها ومش بنشعر باي حاجه. فحتى لو خدناها الجسم بياخدها ويشوف الماده الكيميائيه بتاعتها ويوجهها للمكان اللي هو محتاجه ليه او المكان اللي بيخزن فيه. فبالتالي بيبقى عندنا مخزون استراتيجي عالي نقدر نبني بيه اسرع من الاول، لان طبيعي مع السن
الحاجات دي مش بتنتج بشكل كافي عشان اعوض نفسي بالحاجات دي. فهي امنه تماما وما فيهاش اي مشاكل ولا اضرار جانبيه خالص. تمام. هل الكورس يا دكتور بيناسب اي اعمار وبيناسب اي حد عنده امراض مزمنه؟ هو بيناسب كل الناس ومفيش اي مشكله خالص. هو احنا بس دايما بيبقى اللي عنده القلب او الحامل او اللي بترضع فدايما بنرجع برده بنستشير الطبيب عشان الجرعه المناسبه ليها. انما غير كده هو بيناسب كل الجميع من اول سن 16 سنه يقدر يبلع الحبايه وياخدها وبيكون خلاص شباب ورياضي فبيحتك كتير فمحتاج ان هو ياخد المكملات الغذائيه. طيب يمكن حضرتك اتكلمت دلوقتي عن ازاي استعمل المكملات الغذائيه دي او الكورس ده عشان امنع. طيب لو عايز استخدمها عشان اعالج ازاي؟ هي نفس الطريقه بالظبط. هي ناخد الجرعه بتاعتنا بس لازم يكون معاها بقى كومباينيشن في جزء دوائي. يمكن احنا معانا على الشاشه اهو ده هو زي ما بنشوف كده ده الجوينت اهو. كل ما بيحتك ببعضه بيبدا الغضروف اهو يتاكل بيختفي خالص الغضروف اهو الابيض ده ويبدا تدريجي العظم يحتك ببعضه زي ما بيحصل دلوقتي اهو على الشاشه. تدريجي هيبدا خلاص الغضروف مش موجود وهيبدا يتكون النتوءات العظميه اللي انا كنت بقول لك عليها في الاول خالص اهو. بص بيتاكل خالص اهو دلوقتي خالص تاكل اهو بدات تتكون النتوء اهي. بص بقى شايف الحركه هتبقى عامله ازاي. دي كده حركه مؤلمه جدا البني ادم ما يستعملهاش يعني. الانسان نفسه هو قايم كده هيحس خلاص ان كل خبطه من دول بتعمل له التهاب والم قوي قوي لان الجوينت مش هيستحمل الخبطه دي خالص. فكعلاج احنا بنستخدمها مع العلاج الدوائي اللي الدكتور بيوصفه ومع العلاج الطبيعي عشان زي ما اتفقنا برضو عضلاتنا جزء من الحياه يعني جزء من المفصل فلازم نشوف الميكانكس بتاعتها شغاله صح ولا لا لان برضو ساعات عضلات ممكن تشتغل اكتر من عضلات فيحصل ان المفصل نفسه بيرحل ملي. الملي ده بيعمل ألم لما بيرجع مكانه تاني وبيتظبط خلاص الدنيا بترجع تاني أحسن ومريحة ومفيش ألم خالص. يعني يا دكتور يمكن لما اتفرجنا دلوقتي على الركبة وشكلها والسائل اللي بيخرج تحس الموضوع فعلا مؤلم بس في قاعدة عندنا في الزمن كده اللي هو كبرت أصل ده عمر افتراضي بقى يا بنتي. هل في حاجة اسمها كده ولا في حاجة أن أنا فعلا طول ما أنا محافظة وباخد فيتامينز وبعمل كل حاجة تقول عليها دي أقدر أحافظ على العظم ده لغايه لما اموت يعني؟ بصي هو العضله كده كده ملهاش سن معين. فانا طول ما عضلاتي كويسه وقويه وطول ما المخزون بتاعي فيه الحاجات اللي انا بحتاجها عشان ابني بيها الحاجه اللي بتتدمر يوميا انا مش هيحصل لي اي حاجه مدى الحياه. العضله اقوي عضلاتي كويس واحافظ على مفصلي بالحاجات اللي انا محتاج ابنيها دي يعني باخد المكملات او باكل اكل كويس فطبيعي ان الحاجات دي جسمي بيلاقي اللي بيبني بيه الغضروف كل يوم طبيعي مش هيتاكل لان هو خلاص هو كل يوم بيتبني فحتى لو تاكل بس احنا حضرتك معايا في ان احنا عندنا المفهوم ده هو احنا مشكلتنا دايما ما هي كبرت هي عمرها هي مالهاش دعوه بالعمر خالص هو استهلاك بالزبط. انا بستهلك جسمي ازاي فبالتالي يعني زي العربيه انا لو استهلكت العربيه كتير وما رحتش عملت لها صيانه هتوقف مني انما لما اروح اعمل لها صيانه دوريه كل شويه بيحصل ايه بتفضل مستمره معايا ان شاء الله طب معايا 20 سنه. دي رساله مهمه والله منك يا دكتور لان احنا دايما بنتكلم في ان هي كبرت وهي مش عارفه ايه. لا احنا نقدر نحافظ نقدر. ونعوض اللي الجسم بيفقده فهتفضل سليم زي ما انت. ولو هو حتى كبير في السن وبدا من دلوقتي اديله مثلا فتره شهرين ثلاثه الوضع هيتغير معاه تماما ومش هيلاقي الم وهيلاقي نفسه بيمشي احسن وبيطلع السلالم لان العضله ملهاش سن. العضله معتمده على انا بدربها قد ايه انا بشتغل عليها قد ايه. ايه الجرعات المناسبه سواء كانت وقايه او علاج؟ طيب هو مبدئيا كده الجرعات بالنسبه للفي دي بيكس احنا بناخد حبايه في اليوم. بالنسبه للسي دي زد بيكس هي برده حبايه والالب مالتي فيت واحده. الوحيد اللي بناخد منه اثنين هو الجوينت بيكس بناخد واحده الصبح واحده بالليل. حلو. عشان نحافظ على المفاصل بتاعتنا دايما فيها انتاج قوي ودايما تفضل موجوده ما يحصلهاش تاكل سريع. حلو ده وقايه وعلاج. وقايه وعلاج. في ناس بقى لو النسب عندها قليله قوي قوي نبدا نشوف الجرعه بقى المناسبه ليهم حسب النسبه اللي طالعه في التحليل. طيب ازاي نقدر نحصل على الكورس؟ احنا في ارقام هتظهر على الشاشه ممكن يتواصلوا معانا عليها هيلاقوا فريق طبي مختص بيرد عليهم وبيوجههم وبيشوف محتاجين ايه بالظبط هيوصل لهم كل اللي هم عايزينه. هايل. دكتور احنا اتكلمنا عن ان هو مناسب لكل الفئات. تمام. والاطفال واصحاب الامراض المزمنه. فيتامين د بالذات او دي عايزين نتكلم عن اهميته لان في ناس كتير عارف اللي هو نصنا عندنا نقص فيتامين دي وبنتعامل ان دي حاجه عاديه. طيب هو فيتامين دي ده اصلا هو هرمون مش فيتامين قوي هو هرمون جوه الجسم بيشتغل بشكل معين بيتم امتصاصه عن طريق الجلد من الشمس. بناخده من اكلات معينه بشكل قليل قوي مش بنسبه كبيره وامتصاص الجسم منها بيبقى قليل فاكتر مصدر ليه هو الشمس. تمام. ولازم جزء كبير من الجلد يكون معرض عشان امتص اكبر كميه ممكنه. دوره ان هو زي ما اتفقنا بيخلي الكالسيوم يبايند في العظم وبيأثر على المود جدا وبيأثر على الوزن يعني ممكن لو مش موجود بيبدا يحصل ان الواحد يتخن بيبدا يحس ان هو عنده اكتئاب بيحس بالام في العظم والام في العضلات بدون حتى لو هو ما عملش اي مجهود بيبقى قايم تعبان على طول مرهق على طول فده دليل ان في نقص في فيتامين دي.
فوجوده بشكل كافي في جسمي بيخليني دايما سعيد، عندي طاقة ان انا اشتغل، ما بحسش بألم كتير. وفي نفس الوقت الوزن بيتظبط كتير قوي مع وجود فيتامين دي. اوكي، طيب الخوف بقى دايما، في ناس ما تبقاش عايز تاخد مكملات غذائية بشكل عام، يعني تقول انا ما اعرفش جسمي محتاج او مش محتاج، هل في اضرار ان انا اخد وابقى انا مش عارفه اذا كنت انا فعلا جسمي محتاجه ولا لا؟ لا، هو بالنسبه للفيتامينز والحاجات دي كلها فاحنا كده طبيعي بناخدها من الاكل زي ما اتفقنا. يعني الواحد لو اكل تفاحه او تفاحتين مش هتفرق معاه النسبه اللي الجسم هيمتصها، لان هو كده كده محتاج كميه معينه بياخدها ويخزنها. ولو هي اكتر من احتياجاته بيتخلص من الزياده. الجسم ما بياخدش فيتامينز زياده عن حاجته خالص، وهي ما لهاش اثار جانبيه. حلو قوي، عشان برضو هو مكمل طبيعي كله. هو طبيعي كله، فزي ما بقول لك انا لو اكلت تفاحه او اتنين الجسم هياخد اللي عايزه من التفاحه وهيسيب الباقي. بالزبط. مش هياخد زياده عن حاجته ابدا يعني. وملهاش اضرار جانبيه خالص. بس ده برضو يخلينا نقول للناس انه انت لازم تحافظ على الغذاء السليم مع المكملات الغذائيه. يعني مثلا أكيد. في واحد ما ياكلش طول اليوم وياخد السبلمنت يقول لك خلاص. لا طبعا كده. هو كده السبلمنتس دي احنا قلنا دي الفيتامينز والمينرالز، انما فين بقى الكربوهيدرات والبروتين والحاجات التانية دي كلها؟ ما مش هتيجي من المكملات. المكملات دي الحاجات اللي احنا مش بناخدها بكميات مظبوطه، يعني زي الفاكهه والخضار والكلام ده مش بناكله بكميات معقوله، مش بناكله كل يوم ومش نفس النوع كل يوم، فبالتالي بيحصل نقص شويه في الحاجات دي. انما الاكل نفسه مهم جدا، ولازم يكون الواحد بياخد وجباته مظبوط، لان برده في حاجات مرتبطه بنوع الاكل. يعني الحديد مثلا ما بيمتصش غير لما يكون فيه فيتامين سي. ما لازم يكون معاه فيتامين، لما يكون فيتامين سي موجود بيمتص الحديد بشكل قوي جدا. فانا لو خدت الحديد لوحده كده من غير اي حاجه ممكن الجسم يتخلص منه بدون اي سبب. احنا اهو معانا على الكورس موجود، دي لكل الكورسات المنتجات كلها الاربعه هم الجوينت بيكس والالت مالتي فيت والفي دي بيكس والسي دي زد بيكس زي ما قلنا. وكل واحد كلهم حبايه واحده، ما عدا الجوينت بيكس حبايتين، واحده الصبح وواحده بالليل. الكورس يا دكتور بيتاخد مع بعض؟ الافضل ان احنا ناخد كل دول مع بعض، ان هو ده كل اللي بيبقى ناقص في الجسم كله. طيب. كفيتامينز يعني. بما ان احنا بنتكلم على فيتامين دي وحضرتك قلت شويه اعراض كده، يعني لو الناس ركزت فيها هتكتشف فعلا ان احنا كلنا، حضرتك قلت ممكن ما نخسش بسبب نقص فيتامين دي. حقيقي مظبوط. ممكن يبقى عندنا اكتئاب بسبب نقص فيتامين دي. ده اكيد. ده اكيد. ممكن ايه تاني بسبب فيتامين دي؟ الناس اللي ما بتعرفش تنام كويس بالليل، اللي عندها ارق بالليل وما بينامش كويس، ده ممكن يبقى نقص فيتامين دي. أوكي. اللي بيقوم من النوم دايما بعد ما يكون نام كويس يقوم تعبان ومرهق ومش قادر، ده برده نقص فيتامين دي. اللي بيبقى عنده بقى اكتئاب او حاسس ان هو موده مش مظبوط دايما، مود سوينجز والكلام ده، برده بيبقى غالبا نقص فيتامين دي. ايه فيهم بقى لو انا عايز اخد فيتامين دي بس؟ اني واحد فيهم الفي دي بيكس. الفي دي بيكس ده باخده لازم بيتاخد معاه كالسيوم علشان الكالسيوم لازم معاه فيتامين دي. انما فيتامين دي لوحده لا، يفضل يكون بس معاه بروتين عشان يتم امتصاصه بشكل اوقع. الفيتامين دي معاه بروتين. معاه بروتين. اي بروتين حيواني معاه عشان يمتص اسرع وبقوه اكتر في الجسم. اوكي حلو ده قوي. تمام. عايزين برضو نوجه كده زي ايه قبل ما نختم فقرتنا، يعني لسه شويه معانا وقت، شويه حاجات كده الناس تعملها علشان تحافظ على عظمها وغضارفها ومودها ومزاجها، شويه نصايح كده يا دكتور. طيب هو مبدئيا كده الرياضه جزء كبير جدا من ان هي بتفرز هرمون السعاده. أوكي. يعني الواحد اللي بيعمل رياضه يوميا دايما بهرمون السعاده عنده قوي جدا. وبيبقى نفسيته احلى بكتير. ثانيا الرياضه بتحافظ على كل عضلاتي قويه وشيلاني ودايما اكتف وفيها بلاد فلو على طول، فطبيعي ان انا هكون عضلاتي شغاله فمش هحس بمشاكل المفاصل. حلو. بالنسبه للميه مهمه قوي قوي للمفاصل والعظم زي ما قلنا، عشان لازم اخد الحاجات الميه دي عشان الهايدريشن. احنا المفروض يبقى نسبه الميه في الجسم اكتر من 56%. اوكي. ده لازم طبعا. معظمنا لما حتى بنقيس الوزن وكده بتطلع حوالي 40 او 45%. فعلا دي حقيقة. ودي قليله. بتادي برده ان انا بحس بالالم. فالميه مهمه جدا. واخر حاجه بقى مهمه قوي ان احنا نحافظ على المكملات الغذائيه بتاعتنا. والغذاء بتاعنا سليم. مش هنقول الكميات قد ايه بس هي سليم، يكون دايما يتخلله حاجات مفيده. ما يبقاش ان انا بستخدمها غلط. يعني مثلا زي البطاطس، البطاطس مفيده جدا جدا وفيها كميه بوتاسيوم هايله جدا جدا. بس الناس بتاكلها محمره. ما ناخدهاش بعزيز بتاعها بيبقى فيها كميه بوتاسيوم اعلى بكتير من الموز. بس الناس كلها بتاكلها محمره، فبالتالي هم مش بياخدوا الفايده، بياخدوا النشويات بس. فيقول لك انا بتاكل ازاي مسلوقه؟ كل ما تكون مسلوقه او بيوري والكلام ده بتبقى فيها بوتاسيوم اعلى بكتير. مشويه طبعا هايله. هايله جدا. ممكن تفويل وتتحط في الفرن كده فبتحافظ على دي جميله جدا. وفيها بوتاسيوم بقى رائع. التوم مضاد حيوي رهيب جدا جدا جدا. الكورس اهو برده معانا يا دكتور. تمام. احنا زي ما قلنا برده اهو الالت مالتي فيت والجوينت بيكس والفي دي بيكس والسي دي زد بيكس، كل واحد فيهم حبايه، ما عدا الجوينت بيكس حبايتين في اليوم، واحده الصبح وواحده بالليل. ان شاء الله باذن الله. يعني والله بنستفيد جدا منك يا دكتور في النصايح بتاعت الركب والظهر والحاجات دي. أشكر. اعتقد برضو ان الفيتامين او المكمل الغذائي بتاعنا ده بيساعد برضو في الام الظهر برضو. كله بغض كله. النظر عن الركب، بس هو جوينت بيكس موجه للمفاصل كلها. فهو المفصل اللي فيه تاكل هو ده اللي بيوجه له
الايه الجوينت بيكس اللي احنا او الماده اللي احنا قلناها بتروح للمفصل اللي فيه مشكله. هو الجسم بيشوف هو يبني ايه وبيستخدمها. كبار السن بقى، نروح لكبار السن. كبار السن يمكن خلاص بتبقى المشكله اوريدي ظهرت عنده، تمام، يعملوا ايه؟ ما هو احنا زي ما قلنا برده المكملات الغذائيه او جوينت بيكس، احنا قلنا ان في مادتين اصلا بيقضوا على الالم وبيقللوا الالتهابات. فده بالتالي حل لجزء كبير من مشكلتهم اصلا، ان هم حاسين بالالم وان هي ممكن تكون بتلتهب او بتورم، فالمادتين دول بيقضوا على دي. وفي نفس الوقت الثلاثه التانيين اللي في جوينت بيكس بقى هيبنوا لهم الغضروف تدريجي، مع ان هم هيعملوا علاج طبيعي طبعا بناء على السن وبناء على المرحله اللي هم فيها. هيرجعوا الاحسن من الاول كمان، وممكن يرجعوا طبيعيين 100% بدون فعلا اي الم تماما. انت عارفه هند دكتور كمان دي حاجه مهمه قوي، لان دايما كبار السن بيبقى عندهم امراض بتمنعهم ان هم ياخدوا ادويه، ده حقيقي، علشان مش عارفه بيتعمل لهم مشاكل في المعده وكده. فده بيعتبر برضو امن امن تماما، ما بيعملش اي مشكله اصلا، ومفيش اي مشكله، يعتبر مكوناته شبه طبيعيه يعني. كلها طبيعيه. احنا زي ما قلنا الماده المواد كلها الجسم بينتجها، يا اما من الاناناس يا اما من الجنزبيل، فكلها حاجات طبيعيه اصلا موجوده، مش حاجه فيها كيميائيه خالص تماما. والناس تتواصل معاكم ان شاء الله من خلال الارقام، من خلال الارقام هيلاقوا فريق طبي مختص بيرد عليهم ويوصل لهم كل اللي هم عايزينه ويشوف احتياجاتهم ايه، ويا رب كله يعيش بصحه ان شاء الله. لا ان شاء الله كله يعيش. طب ايه اكتر الاعمار اللي بتصل تطلب الكورس، يعني ايه اكتر سن؟ بص، هو حاليا في الزمن اللي احنا فيه احنا بدانا نواجه دلوقتي مشكله، ان في ناس عندها 20 سنه و25 سنه وبيشتكوا من ركبتهم، ما هي بسبب ان هم ما بقوش عندهم اي نوع من انواع الرياضه خالص. انا عندي 27 سنه ومش بعرف اميل صلى عليها يعني لسه بنقول هنا بقى، دي انت ما حافظتيش، انت المفروض في سن، لا المفروض دلوقتي نبدا نقول مثلا كده عند 50 فاحنا لا ده بعيد قوي الجاب، فلازم تحافظي على عضلاتك كويس قوي، وتاخدي المكملات الغذائيه كويس جدا، وتشربي ميه، هتلاقي الموضوع بدا يفرق معاكي كتير، وما بقاش في مشكله، وهتوطي وترجعي تاني تمام انت عايزه كله. هنعمل ان شاء الله باذن الله. والله يا دكتور حضرتك بتيجي تفيدنا احنا شخصيا والله، يعني بنطلع من الفقره عندنا كده ايه حاله وعي جامده ان احنا لازم نحافظ على الحضنتين اللي موجودين. احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتور، نورتنا، وان شاء الله تبقى موجود معانا في حلقات ثانيه. خلصت حلقتنا النهارده، استنونا بكره في حلقه جديده ومواضيع مختلفه مع الحريفه. باي.